This conference will now be recorded. طيب عفوا اخواني اخواتي، لو صار انه المايك انفتح عندك حاول تقفله عشان نستفيد كلنا وما يكون في ازعاج للجميع. الان احنا يعني 5 دقائق اوكي، احنا معنا ضيوفنا موجودين. وفي البدايه اعيد الشكر لشركتنا الرائده اللي دائما بتوفر لنا كل ما يعني نحتاجه في العمل ان شاء الله في هذه الشركه الرائده. طيب احب اعرفكم بدايه بنفسي، انا اسمي عبد العزيز الجهني، سينيور مانجر من المملكه العربيه السعوديه، اعمل في هذه الشركه لاكثر من 10 سنوات. تشرفت بلقاء وبجميع الحمد لله الفرص والحوافز، وما زلت اشعر بل اجزم ان فوريفر هي الشركة الرائدة في هذا المجال من واقع تجربتي الخاصة وأيضا من تجاربكم أنتم معنا. قد تكون معنا لك 2 شهر، لك 3، لك 5 شهور، لك 1 سنة، 2 سنين، لكنك ما زلت تكتشف فوريفر أكثر وأكثر. طيب اليوم إن شاء الله حيكون عندنا ضيفين جميلين، من الضيف الأول من سلطنة عمان والضيف الثاني من المملكة الهاشمية أوكي، وحنبدأ إن شاء الله هذه الدردشة تحت المجهر، يعني هنشوف الضيفين الكريمين تحت المجهر. حيكون عندنا إن شاء الله لقاء حيستمر قرابة 45 دقيقة إن شاء الله ما نطوف، وحيكون آخر 10 دقائق إن شاء الله لكم تحبوا تسألوا فيها الضيفين، نفتح لكم المايكات وإن شاء الله الأمور طيبة. إذا الصوت مش واضح، صوتي مو موضوع عندي، لا إذا الصوت مو عندك واضح أو في مشكلة حاول تكون في مكان فيه نت مظبوط وإعدادات نفس التطبيق تكون عندك الصوت شغال. أتوقع الكل سامع صوتي صحيح؟ الحمد لله كل الناس الصوت إن شاء الله واضح، يعطيكم العافية. طيب إحنا الآن حنبدأ مع ضيفنا الأولاني، أخونا الضيفين الأولين ما قلنا من فين، قلنا بس إن هم 2، واحد من سلطنة عمان وواحدة من المملكة الهاشمية. عندنا الأول أو الضيف الأولين اللي حنبدأ معه الأستاذ سيف العيساي والأخت ريما، ترى أنا مضيع شوي سامحوني، بس الواحد يحاول يلحق يعني يرتب أوضاعه. فالأخت ريما، عشان أجيب الاسم لأنه أنا ضيعت الاسم صدقون، وكل يوم أكلمها ريما قدومي، نعم ريما قدومي الله يعطيه العافية، معنا حتكون إن شاء الله المملكة الهاشمية. خلونا نبدأ مع ضيفنا الأستاذ سيف. وفينك يا سيف؟ هذا هو سيف، بسم الله سيف. ايوه معك اخوي عبد العزيز، مرحبا بك اخوي سيف، يا مرحبا الله يحييك، هلا باهل السلطنه باهل الحلوه. هلا والله، هلا فيكم اهل السعوديه وهلا بالكل، الله يحييك بيك. صراحه حلوه السلطنه يعني دائما يعني ننتظرها كل مع الحجيج، لكن الان العمرة موقفة فلنا فترة ما ذقنا الحلوة العمانية، لكن أنت اليوم أنت حلاوتنا اليوم، فحن كلنا حنستانس وحناخذ الحلوة منك أنت، لأنك أنت اليوم حتخبرنا الأشياء الجميلة والحلوة اللي في فوريفر. تسلم والله أخوي عبد العزيز، كلك ذوق. الله يعطيك العافية يبارك فيك أخوي سيف. سيف خلنا في البداية ناخذ منك تعريف عن سيف. طبعا اخونا سيف ما شاء الله تبارك الله هو حيتكلم عن نفسه، تفضل اخوي سيف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا اسمي سيف عامر العيساي،
من سلطنة عمان، برتبة مدير في شركة فوريفر، موظف حكومي وفي نفس الوقت طالب جامعي. ما شاء الله تبارك الله، هذا تعريف سريع على فكرة. أيوة مثل ما يقول مختصر يعني. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. أخوي سيف، ما أعطيتنا العمر، طيب ما أعطيتنا، اي لكن العمر عطنا يعني، يوم نقول نعرف عن نفسك ترى يعني هات الزبد يعني، ها ايوه يعني العمر تفضل. العمر 33 سنة، طبعا من سلطنة عمان، ما شاء الله، موظف حكومي في القطاع الحكومي وفي نفس الوقت طالب جامعي تخصص إدارة الأعمال، حاليا في ليفل 4 اللي هو البكالوريوس. ما شاء الله تبارك الله. شو رتبتك الآن قلت لي في فور ايفر؟ حاليا والله رتبتي مساعد مشرف، باقي لي 30 نقطة عن المدير. مساعد مدير قصدك، مساعد مدير ولا مساعد مشرف؟ مساعد مدير، ايوه سوري. انت قلت اوكي، ما مشكلة. طيب ممتاز جدا، كيف تعرفت على الشركة سيف؟ يا جماعة أنا بعمل ميوت. سيفر افتح من عندك بعد إذنك. معاك اخوي عبد العزيز، معاك. كيف عرفت على الشركة أخوي سيف؟ والله طبعا تعرفت عن الشركة عن طريق اعلان، مر علي اعلان اللي هو كلين ناين، منتج تخسيس هذه اللي كلين احنا ناين. اوكي سيف، ترى فكنت عايز انزل من وزني ما يقارب 4 كيلو، فقلت بجرب المنتج. اشتريت المنتج، طبعا جربت المنتج خلال 9 ايام، الحمد لله حققت النتيجة اللي كنت أطمح لها، وعجبني المنتج من خلال المكونات الطبيعية، والحمد لله رب العالمين اقتنعت في المنتجات هذه، وبعدين جاتني الفكرة إني أنضم للشركة. يعني اوكي، جاتك الفكرة انك تنضم، بس شو اللي خلاك تنضم؟ يعني اكيد في شخص يعني كذا من السماء، مستحيل صح؟ ايوه طبعا مش من السماء، لكن اول بدايه كانت كتجربه، فلما انا اوكي استخدمت المنتج عجبني المنتج ناين. طبعا كل واحد رياضي لازم يكون يحتاج ليكون صوت فت انقطع يعني. سيف. سيف صوتك انقطع، لو ترجع ثاني مرة تكون في مكان في شبكة. ايوه المكان فيه شبكة بس. اوكي تقول لي اوكي، انت اقتنعت بالمنتج واقتنعت بالبرودكت، بعدين من كلمك على فكرة فور ايفر از ا بزنس؟ انت الان رحت على المنتج ما شاء الله. ايوه انا بعد ما شريت المنتج، طبعا كلمني واحد من الاخوه اللي شريت عنه المنتج، كان يتابع معي البرنامج، حلو فكلمني عن الشركه، يقول لي اذا انت حبيت تدخل معنا الشركه راح يكون لك خصم معين، يعني ما راح تشتري المنتج بهذا السعر، راح تستفيد منه كاستخدام شخصي، وفي نفس ممتاز الوقت راح تستفيد منه كربح مباشر نفس الوقت. حلو، يعني نقدر نقول من كان الراعي لك في بداياتك؟ الراعي اللي في بدايتي حاليا المانجر أسماء سبتي، ما شاء الله تبارك الله، ممتاز سينيور مانجر. ما شاء الله تبارك الله، نرحب بالاستاذ الله يعطيه العافية. طيب خليني أسألك كمان سؤال أخوي سيف، كيف قدرت ما شاء الله عليك تعمل النقلة من الاسيستنت سوبرفايزر إلى سوبرفايزر؟ هذه 25 نقطة، كيف قدرت تبدأ تشتغل على نفسك ويكون عندك بيع، ويكون، لأن هذه أغلب الأحيان يمكن ما الفريق يكون معاك، فإيش سويت في هذه الفترة؟ ممكن تخبرنا مثلاً؟ طبعا النقلة الأولى كنت من مساعد للمشرف إلى المشرف،
محتاج طبعا عمل كبير واللي هو 25 نقطة، فكان عندي مبيعات كبيرة. هذا الله يجزيك. يا جماعة قفلوا المايكات يا جماعة، احنا بنعمل ميوت اول عشان يعني نسمع شخص واحد. بليز سيف سامحني قطعتك انا، بس عشان قاعد نخبر الناس، الناس مين انتبهوا، واحنا بنعمل ماني عارف شلون نقفل هذا بالضبط، بس لحظة. سيف واصل حبيبي، سيف تفضل. معك اخوي عبد العزيز. طبعا هي المرحله اللي طبعا هي مرحله من مساعد مشرف الى مرحله المشرف سوبرفايزر، محتاج لك 25 نقطه، محتاج لك عمل كبير يعني. هو فانا كان شغلي اكثر شيء على التسويق الماركتينج، فجمعت نقاط كبيره من خلال المبيعات اكثر من نقاطي من الاعضاء او تكوين الفريق. فكانت بدايتي يعني ما كنت متجه للفريق، لا كنت متجه اكثر للتسويق. ممتاز، ووصلت ما شاء الله مشرف في فترة قد كم أخوي سيف؟ يعني في شهرين، في شهر؟ والله المشرف لأنه كان عندي شوية في مثل ما يقول لك صعود وهبوط، بما أني أنا موظف وفي نفس الوقت طالب جامعي، فما كان عندي كل التركيز في مجال واحد اللي هو فوريفر، فكنت متشتت يعني بين ثلاث أشياء تقريبا، وما كنت ماشي بعمل منظم، فاحتاج مني تقريبا ما يقارب الخمسة شهور حتى أني وصلت للمشرف. فكنت أحاول وأفشل، أحاول وأفشل، بس ما كنت مشتغل بتركيز يعني. بعدها الحمد لله رب العالمين قررت أني أنظم شوية من وقتي، أعطيت فوريفر بعض من الوقت، ونفس الشيء الجامعة لها وقت والعمل له وقت، فقدرت الحمد لله رب العالمين أوصل للمشرف. وبعدها على نهاية 2019 قررت أني خلاص أدش في المراحل الثانية وأبدأ أخطط للمستقبل. ممتاز جدا. طيب عفوا، أنت الآن قلت لي في البداية أخويا سيف أنك أنت طالب جامعي وموظف يبدو، فكيف قدرت يعني توفق بين الأمرين؟ يعني أنت الآن أتوقع ما أدري الدراسة أونلاين ولا لازم تحضر كلاسات وكذا؟ حالياً عندنا في السلطنة الدراسة عن طريق الأونلاين أو اللي هي عن بعد، أما سابقاً لا طبعاً حضور. حضور، يعني أتكلم في هذاك الوقت كان في حضور، فكيف قدرت يعني تعمل كذا مانجمنت كذا إدارة لوقتك وأنت جاي من عمل؟ أتوقع أنك تجي العمل يعني بعد الساعة واحدة أو اثنين أو على حسب الوظيفة، وبعد كذا تحضر نفسك عشان تروح تدرس أو تحضر دراسة، فكيف كان لك وقت؟ متى تحط الوقت حق فوريفر يعني؟ طبعا هي العملية بتكون شوية فيها صعوبة، ولكن قدرت أني أنظم بحيث أني حتى اضطريت أني في مثلا الجامعة ما أخذ لي مواد كثيرة، مثلا خمس مواد في الفصل أخذ لي ثلاث مواد، أخذ لي أربع مواد. نفس الشيء في العمل حاولت أخذ لي حتى تفريق جزئي بحيث أني أغطي فترة العمل مع فترة الدراسة. وطبعا التسويق أو اللي هي فور إيفر كنت يعني في اليوم أعطيها ما يقارب ساعة في الأيام العادية، وما عدا في الويكند، في الويكند أعطيها تقريبا ساعتين. ممتاز، يعطيك العافية. طيب أخويا سيف، كيف قدرت توفق بين أو يعني استطعت إنك يعني تجتاز بعض الصعوبات اللي موجودة في السلطنة، من أهمها مثلا تكلفة التوصيل؟ أوكي، يعني ما شاء الله السلطنة كبيرة، في اللهجات، اللغة، يعني أقصد إنه تفرق من مكان لمكان، يعني العادات والتقاليد، يعني تعتبر السلطنة يعني أغلبها قبلية، فكيف قدرت تجتاز هذه الصعوبات ودخلتها يعني بحكم إنك أنت يعني من أهل السلطنة؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا كل واحد إذا خلى شيء في باله أو خلى يعني هدف معين لازم يعني بتواجه صعوبات وبيقدر يتغلب عليها، فواجهت أنا صعوبات كثيرة، ولكن الحمد لله رب العالمين قدرت أتغلب عليها، من ضمنها هذه اللي تقول عنها النقل أو التوصيل.
فأنا طبعا بين من منطقتي اللي أدرس فيها والمنطقة العمل نفس الشيء، في منطقتين مختلفتين، طبعا قريب من العاصمة مسقط، فصرت أغطي ثلاث محافظات بنفسي. يعني أنا أقوم بالترويج وأقوم بعملية التوصيل في نفس الوقت، لما رايح الجامعة أوصل، لما رايح الدوام نفس الشيء أوصل على خطي، يعني المناطق البعيدة أعتمد على التوصيل عن طريق النقل اللي هي مكاتب النقل، الحمد لله متوفرة في السلطنة وكثيرة ومبالغ رمزية يعني مش كبيرة. ممتاز ممتاز، يعني أوجدت أنت حل لكل مشكلة قابلتك، ما في شيء اسمه أنه في مشكلة حتعيقني، أنا حواجه المشاكل وأقدر أحلها اليوم، يعني حتعثر لكن بكرة حقوم من جديد. طيب خليني أسألك سؤال، وقد هذا يكون سؤال يمكن شوية قوي علينا إحنا في الخليج كاملا. إذا ممكن الأخ سيف يفتح الكاميرا بس، إذا ممكن. في طلب أحد يشوفك يا سيف. سيف أنت متزوج ولا بعد؟ لا لسه. بس خلاص بياخذون رقمك. طيب يعطيك العافية، عاد هو بكيف يمكن لسه ما كشخ. المشكلة يا جماعة خليني أقول لكم حاجة برا الدردشة، إحنا كان عندنا المفترض الموعد اللي أنا منسق مع الأخت ريما والأخ سيف إن إحنا حنطلع الساعة 11، حلو مو بعشرة، وتعرفون الواحد يجهز نفسه يضبط. أنا فجأة انتبهت للبوست اللي قلت إنه والله الساعة 10، فما أحكي لكم قديش إحنا تكروتنا لما وصلنا الآن، فأكيد إنه سيف مو بجاهز بس بيتجهز شوي، لا تشيلون هم. طيب أخوي سيف، السؤال اللي قطعنا فيه حبيب، شكرا حبيب على المداخلة. العمل هذا يوصف إنه فقط للسيدات، وأنت من سلطة عمان تعرف يعني أغلبنا، يعني أنا كنت أول ما اشتغلت، خلنا أقول لك قصتي، أول ما اشتغلت في هذا كان يقولوني في أخواني وقرابتي وكذا يقولوا لي هلا براعي الشامبو، هلا براعي الصابون، يعني وجدوها كأنها منقصة. لكن شيكاتي هي اللي بينت إنه أنا قاعد أشتغل فين، وهذا الشغل مو بعيب، وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم راعي الغنم. طيب قل لي يا سيف، كيف قدرت تتخطى هذه؟ وهل صحيح إنه هذا العمل خاص بس للسيدات بالنسبة لك؟ والله يا أخوي عبد العزيز، العمل يعني نظرة الناس إنه هذا العمل خاص للسيدات. يا شباب قاعدين نعمل ميوت بس ما ادري ايش الموضوع، لو في احد يقدر يتداخل معانا يقول لنا كيف الطريقه اللي احنا نقفل. في مشكله الظاهر سايره في البيت هذا، استغفر الله. طيب اوكي كمل سيف سامحني. والله يا اخوي عبد العزيز مثل ما قلت لك، يعني نظره العامه، نظره الناس ان هذا العمل خاص في السيدات. نعم. ولكن دام ان هذا يعني دام انها هاي التجاره وفي النهايه لك عائد مادي، ما في عيب. يعني وين المشكله اذا كنت انت تاجر او مروج لمنتج معين، دائما انت مستفيد منه ماديا ومستفيد منه نفس الشيء معنويا، وهذا بيرفعك فوق، يعني ما انه يعني شيء بخجلك او حاجه. انا واجهت يعني في بعض الاراء وفي بعض الاشخاص يعني كتلميح انه هذا خاص في السيدات، ولكن لا بالعكس، هو كسيدات يبدعن في هذا المجال، ولكن ما في عيب انه الرجل يعني يكون مبدع نفس الشيء. نعم نعم، كلنا نستطيع ان نعمل، واخواتنا شقيقاتنا ما شاء الله. اي نعم ما شاء الله، نمبر 1 في الشرق الاوسط السيده عائشه جمعه، هي اختنا وام عبد العزيز، وما شاء الله عليها يعني قدوتنا كلنا، لكن ما يمنع ان احنا نعمل كلنا بالعكس. وفي كثير من الشباب والاخوان يعني محققين مراتب قدمة وبيعملوا فيها، وبالعكس يعني، ومليون في المية إنه السيدة عايشة أكيد أبو عبد العزيز معاها في هذا الموضوع، فسامحين يعني ما في أحد أحسن من أحد، إحنا موجودين في أي مكان. طيب سيف، عطنا كلمتين أو يعني من تجربتك هذه الجميلة، تكلم فيها عن هل تتوقع إنه، عفوا خلينا أسألك، هل تتوقع إنه شركة فوريفر هي الملاذ الآمن؟ طبعا شركة فوريفر هي الملاذ الآمن مثل ما قلت، ولكن يحتاج لها عدة نقاط. يعني لازم تكون عندك القدرة على الاستمرارية،
وعندك يكون تخطيط تطوير من نفسك والمثابرة، يعني ما توقف عند نقطة معينة، لأنك إذا مثلا وقفت عند نقطة معينة وحققت هدف خلاص لازم تكون عندك طموح للهدف اللي بعده، ما تتوقف. أما لو توقفت عند نقطة معينة وعند هدف معين خلاص ما راح يكون لك ملاذ آمن فور إيفر، ومش بس فور إيفر، أي عمل ثاني لازم يكون عندك تارجت معين لازم توصل له، بعدها من تحقق هذا التارجت تنتقل إلى تارجت ثاني أو هدف ثاني. طيب سؤال وأباك جاوبني بكل صراحة، كم من وقتك الثمين تعطي فور إيفر؟ كم؟ والله يا أخوي عبد العزيز ما في وقت محدد أعطيه فور إيفر، بداياتي كانت كتقسيم في الأيام، الأسبوع أعطيها ساعة، في الويكند ساعتين، أما حاليا بأمانة يعني أقول لك كل ما أحصل وقت فاضي على طول في فور إيفر، يعني ما أشغل نفسي في أي حاجة ثانية على طول فور إيفر، يعني صار معظم حياتي فور إيفر، عندي أهداف وأريد أحققها. ممتاز، وكما هو معلوم عند الكل أنه في البداية تعطي وقت من يعني 7 ساعات إلى 14 ساعة في الأسبوع، يعني عندك ساعتين باليوم، وممكن بعد كذا بعد ما الواحد يتذوق العمل والجهد والأرباح والحوافز أكيد أنه حيبذل أكثر وأكثر، من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. يعطيك العافية سيف. طيب سيف آخر سؤال بقى، يعني أتمنى أنك يعني برضو تكلمني عنه، يعني إيش الخطوات اللي حتقوم فيها في المستقبل؟ والله الخطوات اللي تبي في المستقبل كخطة أو كإنجاز أو كهدف تريدني يعني أتكلم لك؟ يعني الخطوات اللي أنت تبغى تشتغل فيها عن نفسك، وحتحاول أنك أنت عن طريق هذه الخطوة تأخذ سلم، شو بتسوي؟ مثل ما قلت لك أخوي عبد العزيز أنه أول شيء لازم أنا طبعا قررت بدايتي، لو تشوف على في البروفايل عندي في معدل النقاط في شهر يناير بداية السنة كانت عندي بس نقطة وحيدة، فأنا هذا الشهر يناير كان عندي بس لعمل الخطة ولتكوين الفريق بشكل أكبر وتحفيز الفريق، والانطلاقة كانت من الشهر اللي بعده شهر فبراير. فلو تلاحظ هناك الشارت عندي في البروفايل بتشوف أن في فبراير حققت 30 نقطة، بعدها انتقلت للشهر اللي بعده 35، والشهر إبريل حققت 55 نقطة. يعني شهر إبريل كان هدفي شهر إبريل أني أكون مساعد مدير، بس أنا في شهر إبريل حصلت المساعد مدير وحققت الشرط الأول من حافز السيارة. الحين هدفي في الشهر هذا الحالي أحقق المدير وأخلص على الشرط الثاني من حافز السيارة. ما شاء الله تبارك الله، عفارم عليك صراحة، أبدعت في الكلمات الجميلة هذه والتخطيط، وأنت حاط في البروفايل حقك راسم كل الأمور ومجدول صراحة، يعني خلني أقول لك على حاجة، يا حظ الأبلاين تبعك. ما شاء الله تبارك الله، حاجة جميلة أن يكون عندنا يعني شخص بهمة أخونا سيف في هذا الوقت وهذا الزحمة ومع هذه الجائحة هو قاعد يخطط ويرتب ويحاول يوصل إن شاء الله للأهداف تبعته. والكلام اللي تكلمنا مع سيف يعني دل صراحة، يعني أنا بتكلم إنه أعطى شيء كثير، وبالتالي يبغى إن شاء الله يوصل ل ل لناتج يعني إن شاء الله ممتاز في يعني في 2020 تحقق حاجة إن شاء الله بوم كبير. طيب سيف لا تروح بعيد، ترى في أسئلة كثير ناس، وفي ناس قاعد تدعي تقول الله يزوجك، وفي ناس تقول هاتوا رقمه، فانتظر، ها لا تروح، انتبه. معك يا عبد العزيز ان شاء الله. يعطيك العافية سيف. الآن حننتقل مع السيدة ريما القدومي، ما شاء الله تبارك الله حتكون ويانا. أتمنى ريما تدخلي بعد إذنك، عندك المايك أتوقع. أوكي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، بس اصبري لي دقيقة عشان أنا أحط البروفايل تبعك. يا مرحبا بأختي ريما، مرحبا بك، يا هلا بيك. الله مستعدة ريما ما شاء الله من بدري صح؟ معك يا أستاذ عبد العزيز. يا مرحبا بك، يا هلا. طيب خلينا في البداية، I think إنه البروفايل باين تبعك ولا ما باين؟ باين. أيوة بس عشان برضو إيش. طيب
شوفوا يا جماعة، هو ليس عنصرية إن أنا جبت الرجال قبل يعني الست، لا والله فوق راسي من فوق، بس يعني بس إحنا عارفين يعني نحبكم كثير أنتم يعني ما على راسي من فوق ما في كلام، بس تدروا يعني يعني وما نقرب ها يعني بس ما هي ليديز فيرست يا أستاذ عبد العزيز. أي هذاك عند الخواجات، إحنا ما في شيء ده. على راسي من فوق، على راسي من فوق، تشرفينا بالعكس. احنا نبدا في البدايه دائما ان الضيف هو اللي يعرف نفسه لانه هو ادرى مننا واكيد بيطلع الجواهر، فاحنا كذا لمحه سريعه عن ريما خدومي. تفضلي استاذ ريما. مساء الخير ويعطيكم العافيه جميعا. بدايه طبعا بدي اشكر اداره شركه Forever Living Products على عمل مثل هذه المقابلات اللي انا بتخيل انها اكيد راح تثري حماس فرق الشغاله في كل مكان بالعالم مش بس في الخليج العربي وبلاد الشام. حقيقة أول شيء أعرفكم بنفسي، أنا اسمي ريما قدومي، أم لخمس أبناء وزوجة. تعرفت على شركة Forever Living Products في 2016، وفعلياً مشيت مع خطة العمل أو الخطة التسويقية اللي بتحدد لك أنك تترقى إلى أعلى رتبة بسلم الترقيات من حيث الحصول على أعلى نسبة ربح على وهي رتبة المانجر. الحمد لله رب العالمين، بلشت في شهر 7 2016، ومع نهاية شهر أكتوبر كنت مترقية لرتبة المانجر. في الأساس أنا دارسة أصلاً علوم مالية ومصرفية واقتصاد. شغلة Forever حسيتها هي هذه الشغلة اللي أنا كنت أبحث عنها من زمان. فعلياً أنا أصلاً موظفة في كنت مع وكالة الأمم المتحدة اسمها UNRWA، وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين. انا بحضر من حاضرة بدأت فيها مش عارف حقيقة. انا سويت ميوت بعد اذنك اختي ريما، افتح المايك من عندك سامحيني اختي ريما. ايوه استاذ عبد العزيز. سامحيني بس عشان في دخل صوت من برا فانا قفلت الصوت. تفضلي سامحيني. حقيقة زي ما ذكرت أنا أصلاً موظفة، يعني ألتزم بنظام وظيفي باحتباس وظيفي أنا بمعنى آخر بسميه. فما كان أصلاً عاجبني الوضع أني أبتعد عن البيت وعن الأولاد وعن الأسرة وعن أداء الواجبات البيتية لساعات أكثر من 8 ساعات 9 ساعات يومياً. تعرفت على Forever من خلال منتج كلين ناين، طبعاً هذا المنتج رائع جداً، فعلياً أنا كنت زبونة. كيف كذا؟ لما بلشت بإني أقرأ عن هذا المنتج حقيقة لقيت حالي إني أنا داخلة على عالم كبير من المال والأعمال، وتخيلت إنه هذا الشيء اللي أنا فعلاً كنت أبحث عنه. أنا بحاجة كربة أسرة إلى إني أشتغل وأحسن من صوت كريمة راح. أيوة أوكي راجع الصوت رجع تفضلي. أيوة تمام. زي ما ذكرت لك أنا لما تعرفت على شركة Forever حسيت إنها هي الشركة اللي أنا كنت أبحث عنها من زمان، ونهاية تناسبني جدا. ليش؟ لأنه أنا ربة أسرة وعندي أولاد وعندي مسؤوليات اجتماعية وأسرية، فما بيناسبني أبدا الخروج من المنزل، فهذه هي فعلا فرصة العمل اللي بتناسبني بحيث إني أنا أقدر أطور دخلي وأنا في بيتي بين أولادي وأسرتي بدون ما أضطر إني أخرج وأتكلف وأعاني التنقلات وما إلى ذلك. ممتاز. فعليا انا حصلت على رتبه في الاردن اللي هي السورينج مانجر بشهر 8 2019، وكذلك جميع الحوافز الشركه الحمد لله رب العالمين يعني حققت من السفر من السياره ومن شك مشاركه ارباح سنتين على التوالي ولله الحمد. ممتاز يعطيك العافيه، كان تعريف سريع وجميل وقوي. الظاهر لسه تبغى تتكلمي بس تعرف لازم نسوي لكم وقت كنترول. طيب خلينا نقول يعني ريما القدومي، يعني اليوم انت عرفتينا بنفسك اوكي، لكن يعني وتعرفتي على الشركه زي ما تفضلتي عن طريق كلين ناين. ترى هذه صدفه، احنا ما يمكن ما خططنا عليها. سيف متعرف على الشركه عن طريق كلين ناين وانت متعرفه على الشركه من كلين ناين، حتى في محادثاتنا ما طرحنا هذا الشيء، فربما صدفة يعني جدا ممتاز. يعني الآن حضرتك عرفتي البرودكت قبل لا تعرفي الشركة، صحيح؟ الآن أنت أيوة
شو فائدة إني أنا أعرف البرودكت قبل، يعني أنا ممكن أشتغل ما يهمني أطالع في البرودكت، أنا يهمني بس أشتغل زي ما بيقولوا الناس، شو رأيك في الكلام هذا؟ لا لا طبعا انا بيهمني جدا اني استخدم الشركه. ريما ارجعي ثاني مره افتح المايك، سوري ريما المايك تقفل، ممكن بعد اذنك. انا بالنسبه لهاي النقطه صراحه ابدا مش معاهم اللي بيحكوا فيه انهم هم مجرد يكونوا بياعين او تجار جمله وما يستخدموا المنتجات. بالعكس، هلا الفكره انه شو، انه انت كل ما استخدمت المنتجات كل ما انت يعني قدرت توصل فكره فوائد المنتجات بثقه ومصداقيه. لما خبر فاحل يا الله، سوري سوري ريم حنقطع كل شوية لأنه الأخوان الله يهديهم الأخوات يدخلوا ويخلوا هذا مفتوح، فما احنا قادرين نعمل كنترول مضبوط. لو في أحد يا جماعة ريما ارجع ثاني مرة افتح المايك، سوري. سامعني أستاذ عبد العزيز؟ أيوة الحين أوكي أوكي تفضلي. النقطة المهمة في شغل فوريفر إنه فعليا أنت لازم تستخدم المنتج، لانه لما يجي زبون يسالك عن المنتج هل انت جربته، اول سؤال هذا السؤال من انت حقيقه. ففعليا بدك تجاوب شو مزايا المنتج، شو كانت عندك الحاله، الاعراض الظاهره اللي كنت تعاني منها، وفعليا منتجات فوريفر يعني حسنت من الوضع عندك. فبالتالي لما الشخص يسمع من شخص، يعني احيانا كثير احنا بنسمع من الاصدقاء من الجيران نصائح طبيه على فكره، وناخذ فيها اكثر مما ناخذ من نصائح الطبيب نفسه اللي هو الانسان اللي دارس وعنده خبرات كثير. فبالتالي بهمني جدا انه فكره انه لازم نستخدم المنتجات طبعا قدر الاستطاعه يعني. ممتاز جدا. خلينا اقول لك على حاجه اختي ريما، انت الان في بدايه، احكي لنا كذا كيف بدات ريما القدومي، اول ما بدات شو راحت على اسيستنت سوبرفايزر ولا راحت على سوبرفايزر، شو صار فيها يعني حقيقه خسرين. اوكي هلا زي ما حكيت لك انا بلشت ببرنامج كلين 9 از كاستمر، يعني انا كنت اصلا زبون. هلا لما شافوا صحباتي وجاراتي وزميلاتي السابقات انه صار في كثير نزول بالوزن بنفس الوقت انه ما فيش يعني في طاقه في حيويه مش زي اي دايت كنت مثلا يعني امشي عليه، فصفى اني انا فعليا ال2 سي سي كانت في اول الشهر كانت، وباخر الشهر كنت ترقيت لرتبه المشرف. طبعا كلهم كانوا كلينات، كل كانت الطلبيات لزبائن كلينات، وطبعا الزبائن هذول 10 كلين بتذكر كانوا كلياتهم يعني وظفتهم وكانوا معي فريق عمل، مع نهايه نفس الشهر كنت ترقيت الى رتبه المشرف. ما شاء الله تبارك الله، أداء جميل في بدايته. وخليني طيب أسألك سؤال كمان أختي ريما، في ظل أنك أنت ربة منزل وعندك صلاة على النبي 5 أطفال وزوج الله يحفظ لك، وأكيد التزامات اجتماعية وهيك، وكنت أنت تبحثي عن عمل منزلي، لكن ما زال عندك في البيت عمل منزلي، يعني ما أنت جالسة رجل عفوا، كيف قدرتي توفقي؟ يعني هل هو والله شلون كيف رتبتي وقتك يعني عشان توصلي لهذه المرحله؟ ما شاء الله تبارك الله متقدم، لانه في ناس بنعرفهم يكون تكون عندها ولد او ولدين او التزام، او هي بنت لساعتها تدرس في الجامعه وتقول انا ما عندي وقت. هو شوف حقيقه اعطينا لو سمحت. هو يمكن يكون هذا الجواب اللي بدي اجاوبك، يعني يكون كمان سؤال اخر يمكن تراود بذهنك انه كم من الوقت تخصصي لفوريفر. فعليا فوريفر ما في عندي فوريفر ماي لايف ستايل، يعني انا ماشي بحياتي تمام فوريفر معي، يعني بروح اجتماع مجلس اولياء امور، بلتقي بعدد من المعلمات، بطرح عليهم فكره العمل، او ممكن اشوف وحده وجهها مثلا ما له شيء ممكن احكي لها بتعرفي لو تستخدمي منتجات فوريفر 1 2 3، فبعمل هيك طلبيه تمام.
نرجع لموضوع تطوير الذات، يعني كم أنت بتحضر من محاضرات شركتك بكل سهولة. أنا بس بستعمل سماعة الأذن بالتليفون أثناء الطبخ، أثناء التدريس. حتى مرة أذكر إجت عندي ضيفة في موعد محاضرة مس عائشة جمعة، وكانت راجعة مس عائشة من حافز من الحوافز، وكان بدي أحضرها ومتحمسة. فصعب إني يعني ما أحضر المحاضرة، فأخفيت السماعة تحت الحجاب وحطيت التليفون بالجيبة الجلباب، وكانت الضيفة عندي واسمع المحاضرة. ممكن أكون سايقة، ممكن أكون سايقة ورايحة مشوار أشتري أغراض للبيت، وبرضه عم بسمع محاضراتي وأنا يعني بالسيارة. فهي فعلياً فوريفر مش شيء منفصل ممكن إنك تخصص له جزء، يعني تحتبس بزاوية وتتقوقع علشان تشتغل بفوريفر، لا، هي طول ما أنت ماشي بهالحياة فوريفر معك. يعني أقصد ما في وقت معين تحطه ريما قدومي لفوريفر؟ بالعكس، أنا ما عندي وقت. يعني شوف، بالبدايات كنت أركز على موضوع أني أحضر محاضرات، أفهم منتجاتي، أفهم نظام العمل، أفهم نظام الترقيات، إمتى لما يناموا الأولاد، بعد ما يكون خلاص يعني صار في عندي وقت وصار متسع أني أفهم أكثر. أحياناً بس يروحوا المدرسة خلاص، يعني يكون في ساعتين ممكن أحضر فيهم المحاضرات، لكن بعد ذلك خلاص هي فوريفر عبارة عن نظام حياة. أوكي. طبعاً بصمن حتشاركنا زينة في عمل كنترول. استاذ زينة، سوري انا نسيت ما اقول انه في شيء نسينا ما نقوله بعد اذنك، انا حقطعك اختي ريما، انه الفضل لله عز وجل اولا، ثم للجهود الادارة عندنا يعني ممثلة في الاستاذ فوزي والاستاذة زينة، صراحة هم اللي عملوا لنا هذا الشيء واعطونا هذه المساحة ان احنا نجتمع. فيعني تكلمنا في البدايه قلنا الاداره، لكن صراحه هذول الشخصين اللي قاموا وما قصروا، ايضا الاستاذه زينه ما تقصر معانا، هي الان اللي عامل الكنترول اي ثينك. طيب انت بتقولي انك ما قاعد تحددي، ايوه ما بتحددي وقت، ممتاز جدا. هل انت ما حددتي وقت بعد ما شفتي، سوري يعني خلينا نكون واضحين اكثر، بعد ما شفتي ما شاء الله الشيكات الممتازه، ولا من قبل قلت يلا هو وقت خلينا نقضي؟ لا شوف، والله هو الموضوع صحيح انه لما انت تشوف شيك ممتاز دخل بيجيك على البيت وانت في بيتك، صحيح هذا بيكون حافز كبير لك، لكن فعليا مش بس انه انا لما شفت الشيك مثلا انه كان اني يعني انا من اول ما تعرفت على فوريفر وللامانه حسيت انه هذا هو العمل الذي انا كنت ابحث عنه. زي ما ذكرت لك، ما يكون علي مدير مسؤول عني يتحكم في وقتي، اصلا انا هذا العمل بيناسبني. ليش؟ لانه فعليا امتى ما بدي انا اشتغل بشتغل، امتى ما بدي اشتغل بوقف. عرفت كيف؟ المرونه في المكان والزمان هاي اكثر شيء صراحه يعني ناسبتني. زي ما ذكرت لك، لاني اصلا انا عندي اولاد وبيت ومسؤوليات، وانا عندي عمل اخر، بزنس اخر كمان نسيت اذكر يعني احكي عنه، اللي هو اداره منحى العائلي. فانا يعني عضو باتحاد النحالين الاردنيين، فعندي كمان عمل اخر بقوم فيه، لكن الحمد لله رب العالمين امور ماشيه زي ما حكيت لك ومنظمه وعلى يعني اكمل ما يرام. ما شاء الله تبارك، هذه دعايه مجانيه، طيب ما في مشكله. ايوه هنقبل فيها، بس عسى طيب احسن. طيب خلينا نتكلم شيء في صلب العمل اليوم. انت لما بديتي في العمل، يعني احنا ما نبغى يعني بشكل عام، نبغى تفصيل. اليوم انت تمثلين السيدات وتمثلين يعني نمبر 1 في ما شاء الله تبارك الله في الاردن، شلون بديتي؟ يعني هل هو انه والله زي ما بتقول، يعني عفوا انا ما حعارضك شويه الحين، حعارضك يعني ما في شيء اسمه انه انا طول اليوم وهذه فوريفر، لا. يعني هل في فوكس؟ ترى على فكره حسألك سؤال ثاني، بس الان تخبرينا، لانه انت عندك 5 خطوط الصلاه على النبي، بالتالي ما هو عمل ارتجالي، هو عمل في تنظيم. فاحنا نبغى شلون، لانه 5 ويمكن 85% من الحضور سيدات، فبيعرفوا انا كيف وصلت الى مرحله زي كذا. طب انا كيف اخطط اني اوصل الى يعني سوبرفايزر، كيف اخطط اني اوصل مانجر عفوا؟ تمام. هلا شوف احكي لك شغله، نظام العمل مع فوريفر او نظام الترقيات او حتى نظام الحوافز هو بحد ذاته
بيساعدك على انك دائما يكون عندك خطه اسبوعيه، عندك خطه شهريه، عندك خطه سنويه. فطبعا هي انا ذكرت انه انا بس علشان اوضح شغلي، هلا الموضوع مش اني انا ما بخصصش وقت محدد لفوريفر فبالتالي انه صارت هاي الانجازات العظيمه من وراء انه ما فيش تنظيم، لا بالعكس، انا اقصد انه فوريفر اصبحت نظام حياتي، لكن انا يوميا عندي اهداف، عندي خطط على طول الخط. يعني انا يوميا ما بنام الا بكون كاتبه بكره شو بدي اعمل، تمام؟ بكره كل يوم في له خطه، كل ما زي ما ذكرت لك كل شهر في عندي مجموعه من الاهداف بدي ارقي فلان وفلان وفلان، فعندنا مجموعه من الاهداف وعندنا مجموعه من الخطط اكيد. والوقت الحمد لله رب العالمين منظم. طبعا انت بعد فتره بتحس حالك انه صارت الامور تمشي زي ما بدك واحسن كمان، طبعا توفيق من الله عز وجل، لكن كل ما كنت مخطط ومنظم وعارف شو اللي بدك اياه بالضبط اكيد بتوصل في الوقت المناسب. يعني اقصد انه يعني انت دائما احنا اول معارض لنا اللي هو القريب منك، الزوجة الزوج. ايوه هاي نقطه لازم احكي لك اياها. ايوه هذا هو. يعني احنا اليوم شلون انت تخطيتي؟ كثير من الناس، عفوا يعني على الكلمه دي لازم اقولها، يعني كثير من الناس يكون عنده تكون عندها الغيره على زوجها او يكون عنده الغيره على زوجته، بيتعامل مع مين؟ بيتعامل مع رجل؟ لا والله هي بتتعامل مع شباب، ليش وكذا. لكن متى قدرتي تعملي، وطبعا ما نتكلم عن الغيره هذا كلام فاضي، بس انا اقول متى قدرتي تقنعين من حولك من الناس وهم الاولى؟ طبعا هل هو ما شاء الله من اول الشيكات ولا؟ شوف والله هذا سؤالك جدا رائع، وانا يعني ببالي بالبدايه طبعا ما كان في ابدا ترحيب بالفكره صراحه، لا من الزوج ولا من الاولاد ولا من المجتمع، انه انت كيف بدك تبيعي ومن هذا المنظور. حقيقه وزوجي ضل يعني لفتره يعني لا باس بها، وهو معارض انه لا احنا مش بحاجه لهذا العمل، بدك تركزي بالاولاد مع التعليم مع متابعه البيت وما الى ذلك. لكن فعليا تغير يعني 180 درجه لما بعد ما رحنا على امريكا. اول رحله كانت ايوه الحافز الاول اللي حققته مع الشركه كان الايجل مانجر 2018. طبعا لما شاف، طبعا انا متعمدت انه يكون معي صراحه علشان يشوف اشوفه ريفر وشو. طبعا انا كان عندي فكره من صور المانجرات السابقات اللي كانوا يروحوا ويزوروا كيف الدلال والعز وفوريفر كيف ترفعك بمقام الملوك وما الى ذلك. ففعليا لما شاف فوريفر على ارض الواقع ولمس كم يا سيدي تمام سامحيني مسلسلات رمضان. فسبحان الله لما هو نفسه شاف فوريفر وشاف كيف التنظيم الهائل تبع الشركه، شاف كيف الرحابه، كيف فوريفر عم تستقبل المانجرات المؤهلين بكل يعني دلال وبيعززوهم وبيكرموهم وما الى ذلك. لما رجعنا تعرف شو حكالي؟ حكالي صراحه انت لازم تعملي خطة تخلصي الإيجل مانيجر قبل ما تفوتي السنة اللي بعدها، يعني مع نهاية الشهر 12 ما تكوني خلصتي الإيجل، وشهر والأربعة أشهر هدول بالسنة اللي لاحقة هدول تكوني تلعبي فيهم على موضوع شيك مشارك. حلو. فصار بالضبط بالضبط، يعني صار حتى مثلا بدي أدرس الأولاد ويكون مثلا عندي شغل مع البنات مع الفريق بدي أدربهم، يحكي لي خلص روحي أنت خلصي شغلك وأنا بدرسهم. فصار في تعاون صراحه. يعني طبعا. انا اليوم خليني اخبرك شيء، يعني انا اليوم لازم كسواء شاب او بنت متزوجين لازم اثبت على قول ما سك فمي لما اثبت بعدين اتكلم. يعني ما طبعا. ينفع اقعد اجلس. يعني انا من تجربتي الخاصه كنت اجيب منتجات فور ايفر، طبعا انتم عارفين يعني خاصه السيدات البنات عندهم منتجات يعني عمرهم ما راح يستبدلوها في يوم وليله، فكنت دائم لدرجة إني أجيب المنتج أحطه كذا ويخلص ولا حد يستخدمه، بس خزع على قوله عشان أثبت. لكن ما كان كذا. أي نعم، أنا عندي الحمد لله ثلاثة أربع عرايس الله يحفظهم أمه وثلاث بنات، فكان استخدام البرودكت يعني هو الأكثر عندهم. اليوم ما في منتج غير الفوريفر بعد ما اقتنعوا،
بعد ما اقتنعوا زي ما تفضلتي بالعمل. فعشان كذا انا اقول لاخواني واخواتي، لا تتحدث الان، انجز، سوي اهداف، اذا وصلت لاهدافك كل الناس سيتكلمون عن قصة نجاحك. اصنع قصة نجاحك، لا تصنع فقاعات من الصابون، لا تقول والله احنا شركتنا ما في احسن منها. انت ايش سويت؟ وين قصة نجاحك؟ انا كل يوم بروح ادور اقول ريما قدومي، ريما قدومي، ولا عايشة جمعة، ولا مثلا ام احمد، يعني ما هو هذا الهدف. الهدف اني انا اصنع لنفسي قصة نجاح حتى انطلق. وزي ما تفضلتي استاذة ريما اليوم، انت سويتي لنا قصة نجاح، اثبتي من اللي حولك شريك انه العمل جدا ممتع في فوريفر. طيب خلينا اسالك سؤال كده، كنت بسالك فيه من اول بس نخبيه شويه، الظاهر في ضيف عندك. طيب عندك 5 خطوط. اها اوكي، 5 خطوط. الخمس الخطوط هذه كيف تديرينها؟ احنا نتكلم 5 خطوط، يعني يا جماعه عندها 5 مانجرز ما شاء الله الصلاه على النبي، وقد يكونوا في منهم ناس نايمين وفي ناس الخمسه جاهزين، قد يكونوا اكثر قد يكون اقل. الخمسه مانجرز هذولي كيف تديرينهم وكيف تتعاملين معهم؟ شوف، هو هلا خلينا بس عشان نكون واضحين اكثر ونحدد اللوكيشن تبع الـ5 خطوط. انا عندي خط في امريكا، عندي خط في البحرين، عندي خط في السلطنه، عندي خطين في الاردن، تمام؟ كل هذول الفرق موجوده معي بضمن تطبيق الواتساب والتدريبات دائما. على فكره يعني ممكن ما يعني يسمع المتلقي يقول لا الوقت عن جد هيك، فعلا احنا نشتغل 24 على 24، لكن ومستمتعين ومبسوطين. يعني لما يكون عندك فريق خارج الاقليم وتوقيته يختلف عن توقيتك، اكيد هذا كان ياخذ مني جهد كبير ومتابعه لهم، لكن الحمد لله رب العالمين زي ما حكيت لك، انت مع الممارسه ومع الخبره بتبلش تحس حالك انه خلص، يعني زي ما بيقولوا ايدك اخذت على الموضوع وتدريبهم صار سهل. والحمد لله رب العالمين جميع المتلقيين هم يعني ناجحين الحمد لله رب العالمين. شيء طبيعي طبعا انه يكون في ناس تفوت بتخلص ترقيتها الاولى وتوقف عندها، في ناس ممكن توقف لفتره طويله سنه سنتين وترد بترجع على الشغل، لكن هذا مش عائق. فكرة العمل مع فوريفر إنه أنت عليك مسؤولية وعليك على عاتقك مسؤولية كبيرة، ألا وهي إنك الفريق هو مسؤوليتك وليس الفريق مسؤوليتهم إنك أنت تكون مديرهم. فهمت علي؟ يعني كل ما كان حدا يوقف بالفريق هذا مش معناته إني أنا أوقف، تمام؟ صح. إذا واحد صار معه ظرف هذا مش معناته إني أنا خلاص يعني انتهى موضوعي، أنا راح أتلاشى من دنيا فوريفر. بالعكس، أنا أبحث عن شخص آخر يحمل نفس السمات والمزايا اللي أنا بشتغل فيها، وإن يعني صعب إنك تلاقي ناس نسخة عنك، لكن الحمد لله رب العالمين في قواسم مشتركة مع سيدات كثر ولله الحمد، وفعلاً هم بحاجة إلى إنهم يثبتوا نفسهم، يتركوا بصمة بهالحياة، يكون إلهم بزنس الخاص في كل واحدة فيهم ومن خلال بيتها أو من خلال مكان موجودها. ريما صوتك قطع. ريما أيوة معا. اوكي أه. طيب يعني بتقولي لي ان كل الفرق اللي معاك ما شاء الله نسائيه، ها؟ في عندنا مجموعه من الشباب، هم طبعا زي ما ذكر الاخ سيف في عندنا شباب بيدرسوا بالجامعات ويقوموا باداء وظائف كمان وهم شغالين مع فوريفر وامور ماشيه الحمد لله رب العالمين. ايوه ممتاز. خليني اقول لك احد الصعوبات اللي مشتهره ومعروفه في الاردن اللي هي ارتفاع الضريبة عندكم، كيف قدرتي انت وفريق العمل تتلافون هذا الشيء؟ مع العلم والله عندك اعتقد في الاردن اقل، او عندك 2 مانجر بس في الاردن، صح؟ مظبوط كلامك. هلا لكن خليني احكي لك على صعوبة اقوى من موضوع الضريبة. الصعوبة الاقوى كانت فعليا انا ترقيت مانجر بـ6 منتجات بالفرع فقط. ما شاء الله تبارك الله. تخيل، بس هاي هي كانت كل المنتجات الموجودة 6 منتجات، لكن صدقا يعني زي ما ذكرت لك انا من لما تعرفت بفوريفر حسيت ان هذه هي عملي، هذا اللي انا كنت بستنى فيه، فانا ما كنت مقتصره صراحه على اني اخذ بس المنتجات الموجوده في الاردن، لذلك انا كنت اشحن ولله الحمد الامور كانت ماشيه للمنتجات اللي مش موجوده بالفرع. موضوع الضريبه مش يعني ممكن انت اذا قارنتها في الكويت الاسعار، اذا قارنتها بالسلطنه ممكن تحس انه السعر غالي،
لكن لله الحمد الناس الموجودين على أرض الأردن والواعيين مدركين تماماً شو هي منتجات فوريفر. أنت لما تحكي فوريفر أنت بتحكي عن ماركة عالمية مشهورة منتجاتها جداً يعني أثبتت نجاحتها، فبالتالي لما نحكي فوريفر الناس أصلاً نفسها تدلها من وين بيجيبوا هاي المنتجات. وأنا يعني شاركت بأكثر من بازار، كان يجيني ناس يقولوا لي أنت في عندكم فوريفر بالأردن؟ أنا اشتريتها من دبي، أنا اشتريت هذا مزيل مكياج من السلطنة، أنا جبته من البحرين، وهكذا يعني المنتجات. ففعلياً الحمد لله رب العالمين موضوع ارتفاع نسبة الضريبة لا يكاد يشكل لنا يعني عائق في الاستمرارية أو بالنجاح، بالعكس الناس مدركة تماماً شو هي منتجات فوريفر وحابة إنها تستخدم. حلو، طيب خليني هذا السؤال يخليني أطرح شيء ثاني أو قريب منه. هل اليوم لما أنا أكون يعني سورينج مانجر، هل أحتاج فترة من فترات مرحلتي فوريفر إني أخذ أطور نفسي، ولا هي كذا تجي بالسليقة؟ لا طبعاً أنت هل ريما قدومي عملت نفسها تطوير ذاتي، دخلت دورات، اشتغلت على نفسها، ولا قالت يا عمي خليك بالرخيص وعيش والدنيا أنا شهادتي بكالوريا يعني بليز قولينا. أحكي لك شغلة. هلأ إحنا بفوريفر على طول لازم تسعى إلى تطوير نفسك في هذا البزنس إذا كان عندك الشغف بالاستمرارية صراحة. يعني أنا كل دورة كانت تصير مثلاً وإني أقدر أروح أحضرها بتتعلق بالتسويق الإلكتروني، تتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكيد ما كنت أفوتها. دورات اللي فعلياً يعني محاضرات ست عايش جمعة أكيد ما بنفوت ولا محاضرة، مع إنه يعني شوف فترة من الزمن كل ما تصير محاضرة لازم نحضرها ونتابع مع الفريق إنهم دخلوا وعم بيحضروا وعم يسجلوا ملاحظاتهم. أنا كريمة فعلياً مكتبة الشركة المصدر الأساسي لمعرفة وتطوير ذاتي، على طول برجع لمحاضرات الآن الأستاذ بلوس نوجه له تحية، كمان محاضراته جداً ثرية وفيها معلومات جداً جميلة، يعني واحدة من محاضراته أنا مبارح يعني أدن الفجر وأنا بحضرها. فأكيد طبعاً لازم، يعني كيف أنت مثلاً أصبحت دكتور بينفع أنه بس على العلم اللي أخذته من الجامعة أنك تمارس الطب؟ أكيد بدك تحضر مؤتمرات جديدة وتشارك بمجلات علمية، بدك تطور نفسك علشان كمان المريض المقابل يحس أنه هذا الدكتور مطلع ومواكب التطورات. وإحنا نفس الشيء بشغلنا بفوريفر، هذا بزنسنا لازم نتابعه على طول ونعرف عنه أكثر، ولازم نطور مهاراتنا كل يوم بيوم أكيد. لأنه في مقالة أو في ناس يقول لك دائماً اجعل يعني إيش الخارج قليل والداخل كثير. هذه قصة أشعب، يعني أشعب يقلل عشان يأكل أكثر لكن ما يعطي. فأنت الآن بتحكينا عن لازم الواحد يطور نفسه. يعني في ناس جالسين لهم سنة يقول لك يا أخي بزنس مو راضي يزبط معي، لأنه أصلاً مو جنب البزنس، مخلي البزنس إنه يقابل عفواً عبد العزيز أو يقابل الناس اللي موجودين يعني في أي منطقة، ويشعر إنه هم اللي حيعطوه الكليك اللي حيغير حياته، مع العلم إنه هو لازم يحتاج إنه يطور من ذاته. بالتالي طبعاً أنت تكلمينا أختي ريما إن أنت قاعدة تطوري من ذاتك، وهذا من أهم الأشياء. بالضبط أستاذ عبد العزيز، أقول لك شو فوريفر من سنة 78 هي فوريفر، تمام؟ بنفس نظام الترقيات مع إحداث بعض التعديلات على سياسة الشركة كل سنة زي ما أنت ملاحظ. المنتجات هي نفسها، مع كمان في تطوير دائما كل سنة عم بيضيفوا منتجين. فبالتالي المنتجات نفسها، الشركة نفسها، نظام الترقيات نفسها، الحوافز نفسها، لكن الناس مش نفسها. في ناس دخلت فوريفر واستمرت وصعدت وحافظت على هذا الصعود، وفي ناس دخلت وطلعت. هذا بزنس، هذا تجارة، فشيء طبيعي. كل ما حاولت انك انت تطور من نفسك وتجتهد على نفسك وتحب شغلك اكثر، كل ما انت حققت نجاحات يعني باتجاه الصعود. لكن اذا انت بدك بس توصل لمرحله مساعد مشرف وخلاص ختمت العلم، ما بيزبط. لا مستحيل مستحيل تطور. شغل فوريفر على طول بدك تواكب التطورات وانت تتطور. طيب انا حسألك سؤال وبعد كده هخلي كل الناس، وهذا رساله لكل اللي موجودين، لانه احنا كذا يعني شارفنا على الانتهاء. كل واحد حاب يسأل الأستاذ سيف العيساي أو الأستاذ ريم قدومي في الشات بليز يكتب سؤال واضح كذا يكون في يعني فحو اللقاء. لكن خليني أسألك سؤال، يعني هو سؤالين. شو أصعب شيء مر عليك في فوريفر ممكن بكيتي منه، وشو
يعني شو أفضل موقف خلاكي تضحكي وتعيشين ال بليز يعني هذا موقف أكيد 100% مر عليكي، لأن إحنا عشنا في مواقف أوقات محبطة لدرجة الواحد يفكر إنه يسيب البزنس، عفوا يعني أنا أتكلم من تجربتي الخاصة، ويجي أوقات يعني نقول نو واي هذه حياتي وهنا يعني تمشي في عروقي، فتفضلي. أنا أحكي لك شغلة، هلأ أصعب موقف فعلياً، مش موقف، هم مواقف كانت البدايات مع زبائن جداً محبطين، تمام؟ فكان هذا فعلاً كان يعني أجي زي ما حكيت أنت حديث النفس، أنا شو بدي بهالشغلة؟ اقتنعت ولا يجعلها لا اقتنعت، تمام؟ لكن أرجع أنا نفسي أحمس نفسي وأشحن ذاتي، أحكي طب أنا إذا هي هذه ما اقتنعت بالمنتج وعملت لي إحباط، طب ما في مليون واحدة تانية تستنى إني أنا أعرض عليها المنتج، فما في أي مشكلة فعلياً. هاي أكثر شيء كانت. وكمان بالنسبة لموضوع الإحباط مع الفريق، يعني في ناس بتشرح لهم عن البزنس وعن مزايا وعن الترقيات وما إلى ذلك، لكن بتحس حالك يعني ما عملت هالصدى، ما وصل هالردة الفعل اللي أنت بدك إياها. كمان هذا ممكن يكون بجانب، ما بدي أحكي إحباطات لأن الحمد لله هم لا يشكلوا إحباطات، هو خلينا نحكي هي تحديات، هاي جزء من التحديات اللي فعلا انت بدك ممكن تقول تحكي لي اياها تدرجها تحت بند محزنه او يعني هيك، لكن فعليا انا تخطيتها ولا بفكر فيها ابدا. ليش؟ لانه انا دائما عندي رؤيه انه اذا هذه البنت ما اقتنعت لا بالشغل ولا بالمنتج، في زيها ألف او مليون ممكن بيستنوا اني انا اعرض عليه منتجات شركتي هاي الرائعه، وبيستنوا اني انا ادلهم على باب الرزق هذا الجميل. أجمل موقف فعلياً والله كان يعني مفرح جداً إلي، إني لما رحت أول حافز مع الشركة اللي هو الإيجل مانجر، يا سلام ما تتخيل إنه أنا فعلاً فعلاً يا جماعة وكل سامعني؟ فين كان الإيجل مانجر؟ كان بفينيكس أمريكا، بالأريزونا بالأريزونا، تمام. هذا الـ شو بدي احكي لك عن الشعور، ما تتخيل انه انا جاي على امريكا، تمام، وكان مكان اقامتنا في منتجع لا يعني ياتيه الا عليه القوم بامريكا، الناس اللي فعلا ميزانيتهم تسمح لهم يعني إشي، ناس على مستوى احوالهم الماديه. طيب انت جاي على امريكا، تمام، مش دافع ولا دينار، لا تيكت ولا إقامة ولا أكل ولا ترفيه ولا تدريب ولا أي شيء، تمام، وتستقبل استقبال الملوك. يعني هذا كان شيء يعني ما تتخيل الفرحة اللي أنا كنت فيها فعليا. علشان هيك أنا دائما بحكي لفريقي، لكل الناس اللي هلأ عم تسمعني وإن شاء الله راح تسمعني في المستقبل، جيبي الحافز الأول وهو أسهل حافز بشركة فوريفر، ألا وهو الإيجل مانيجر. سهل جدا، 720 نقطة على مدار 12 شهر عفوا، بقسمهم وبجيبهم، تمام. اذا جبتي اول حافز مع الشركه هذا راح يكون حافز لك وقود المسير لانك تجيبي الحوافز التاليه. فعليا فعليا اللي خلاني اجيب الحوافز اللي المتتاليه بعد ذلك هو ايجل مانجر 2018. ما تتخيلي الفرحه والسعاده اللي انا كنت فيها. وزي ما ذكرت لك التحول النوعي في مسير في توجه جوزي للبزنس هذا وتعاونه معي كان على إثر روحتي على أمريكا بال 2018. فجدا أنا بتمنى كل اللي بيسمعني هلا إنه يحقق هذا الحافز ويروح رحلة، بس رحلة واحدة مع شركة فوريفر راح يتغير حياته 100%. ممتاز جدا. أنا جاتني رسالة تقول لي تخطينا 45 دقيقة، سوري، بس كان بس كلام الأخوان جميل جدا ومحفز صراحة. طيب للكلام اللي قلتيه، بس أنا حاب أعقب بس اللي هو بخصوص الشخص اللي يحتاج، في قاعدة يقول مين يحتاج مين، أنا ما راح أحتاجك، أنت اللي تحتاجني، أنت بغى تكون معي في فريق فالله يحييك، أنت بغى تكون في أي مكان الله يحييك. آخر سؤال وأتمنى يكون سؤال وأيضا في كلمة بسيطة لعلنا يمكن نختم، لأنه يبدو أنه الأسئلة شحيحة ما فيش. شو بتقولي للناس اللي متعدد شركات، سوري يعني متعدد شركات، يعني
معروف والله يعني الصباح في شركة وفي الليل في شركة وفي النهار والعصرية في شركة، شو رأيك هذول الناس؟ والله شوف أنا بدي أحكي لك شغلة، يعني الله يعينهم، لأنه صدقا يعني متعب الوضع، متعب بالنسبة لهم. وبعدين يعني أنت أحكي لك شغلة، إذا أردت النجاح تخصص، أنا تخصصي فوريفر، تمام؟ إذا أنا بدي أنجح بفوريفر بدي أتخصص فيها وأغض الطرف عن أي دعوة لانضمام بأي شركة أخرى من الشركات أو بعمل آخر. صعب، صعب إنك تنجح. الناس هذول أنت إذا لاحظت لا يكاد ينجح ولا بأي شركة من الشركات اللي هو داخل فيها. هو بيفكر حاله أنه قادر، لكن فعلياً هو ما بيحقق نجاح نهائي. يمكن يحقق 200 دينار من هون أو 100 دينار من هون أو 300 دينار من هون. طب تعال اشتغل بفريبر راح تجيب 1000 دينار بالشهر. فصفى إنه التخصص، التخصص يعني طيب. بفريبر وإن شاء الله ربنا هو الموفق. ممتاز جدا. طيب يا جماعة اللي حاب يسأل، احنا اول حاجة يعني ما يسعنا لنشكر يعني الأستاذ ريما قدومي على الكلام الجميل جدا، وصراحة لو تكلمنا معاها يمكن لثلاث ساعات اربع ساعات ما راح يعني نمل، لانه هي تجربة يعني حديثة وقوية ومفعمة بالنشاط ما شاء الله تبارك الله. وانا صراحة يعني انت بتتكلم وانا قاعد ادون، استفدت كثير منك ومن اخ سيف بشكل لا تتصوري، لأنه أنا بصراحة يعني تعودت دائما أنه المحاضرات حضورها أيا كانت حتى لو هي كانت معادة هي الدليل لبقائي وبقاء عروق فوريفر فيها. هذا شيء. الشيء الثاني قد إيش أنه فريقي أو أي واحد موجود الآن ويسمعنا هو عنده طاقة لكنه مخلي الطاقة هذه يعني كامل، لو بدأ يخليها تتفجر وتبدأ تشتغل من جديد صدقني حتوصل. في سؤال يقول يعني في سؤال من ضمن الأسئلة حنوجهه لسيف، يعني تسمحين أستاذ ريم. سيف سامعني؟ معاك أخوي أبلان. سيف معنا؟ واحد يقول عنده أخت للزواج. معاي خلاص. لا أقول لك أخي لذيذ، مو بالسؤال هذا. السؤال يقول أعطينا نصيحة للمبتدئين، بحكم أنك الآن أنت أسست مانجر ما شاء الله تبارك الله، أوكي، أعطنا نصيحة للتو داخل البزنس، تفضل. والله يا أخوي عبد العزيز نصيحتي للي أول بداية داخل البزنس، لازم أول شيء أنه يقتنع قناعة تامة في منتجات الشركة، فإذا اقتنع في منتجات الشركة إن شاء الله راح يستمر. يعني يبدأ يأخذ منتجات الشركة صح؟ التجربة، لازم يجرب المنتجات ويقتنع فيها من ثم ينتقل لعملية الترويج للزبون. يعني أنه يستخدم المنتج بعدين يشارك المنتج بعدين يعمل فينيشنج، يعني أو يا الزبون يكون معاه يعني as a customer ولا يعني user او يعني شريك او زي كذا صح مثلا. ايوه كذا، يعني لازم اول بدايه هو اللي بيدخل معانا في شركه فور ايفر كعضو جديد لازم تكون عنده قناعه تامه في منتجات الشركه. البعض لا يدخل الشركه وما عنده درايه في المنتجات، يبدا على طول في الماركتنج التسويق، لكن لما يجيك انت الزبون وبيسال عن هذا المنتج فانت ما عندك درايه عن المنتج ابدا، لانه هو عنده تجارب ولا هو عنده تجربة شخصية، فدائما التجربة الشخصية هي الأقوى من التجارب الثانية. طيب خلينا نسأل كمان أخت ريما. أخت ريما شو رأيك، أعطينا برضو نصيحة من نصائحك لشخص يعني مبتدئ. طبعا زي ما حكى الأخ سيف، فوريفر هي مدعاة لأنك تكون شريك أعمال. هلأ أنت بدك تكون شريك مع هالشركة بأرباحها صح ولا لا؟ فبالتالي الأجدر فيك أنه أنت تجرب المنتجات. في ناس ممكن تفوت على هذا البزنس وتحكي لي طب أنا ما بدي أجرب، أنا أصلاً ما عنديش ميزانية علشان أشتري وأبلش. الجواب هو أنت بس المطلوب منك أنك تستبدل المنتجات اللي أنت عم بتقوم
باستخدامها بشكل يومي من معجون أسنان مزيل عرق والله يعطيك العافية وكثر الله خير، بس استبدلهم وشوف أنت التجربة وشوف المس النتائج فعليا اللي جدا جدا مرضية وراح تكون أنت مبسوط منها، وبعدين بلش تحكي عن المنتج. تمام؟ يعني موضوع فوريفر يا جماعة موضوع حياة، موضوع فعليا فعليا هو أصبح زي ما ذكرت لك أصبح عمل العائلة، بيزنس العائلة. في البداية أنا ولادي كانوا راضين حتى إنهم يساعدوني في موضوع التوصيل، لكن هلأ الحمد لله رب العالمين أنا شغال معي منهم ثلاث والحمد لله رب العالمين أمور طيبة، مع العلم إنه واحد منهم مهندسة واثنين محاميين، لكن الحمد لله رب العالمين هم ماشيين معي بهذا المجال ومبسوطين على الإيراد. نعم؟ تعطيهم عمولة ولا كله هم فعليا تنين مانيجرات أصلا، فعليا مانيجرات وعندهم فريق. ما شاء الله ما شاء الله، يعطيهم العافية صراحة. يعني هذه الأسرة، هذه مثل لنا أن الأسرة تعمل هذا عمل العائلة بالضبط. هذا عمل العائلة. يا سلام صراحة. يعني رمضان كان له طعم ولقاء اليوم كان له طعم آخر، يعني تذوقنا عسل أو على قولهم حلا عمان، واليوم تذوقنا شهد الأخت ريما بمنجزاتها وما شاء الله تبارك الله عيلتها، وأيضا الحضور اللي تجاوز 81 شخص نشكرهم كثير لأنهم خصصوا من وقتهم الثمين، وخاصة أن احنا كلنا يعني باقين في البيوت والمنازل. الشكر موصول لإدارة الشركة، وأيضا الشكر أيضا لمحاضرين اليوم. اللقاء الجميل كان مع الأخ سيف والأخت ريما. نحن إن شاء الله متواصلين معكم في لقاءات أخرى بمشيئة الله عزاي، مع كنوز من فوريفر. اليوم كنا تحت، يعني حطينا تحت المجهر شخصين ما شاء الله تبارك الله لهم إنجاز جميل جدا، وهذا الموضوع لا يستدعي أن يبقى فقط محاضرة. أنت مسؤول أن تكون يوم الأيام تحت المجهر، أو أنت المفترض تكونين تحت المجهر. لا تخلي أحد تصير قصة نجاحه أعلى من قصة نجاحك. خذي قدوة لك الأخت ريما، وخذ قدوة لك الأخ سيف، وكلنا إن شاء الله نقتدي بهذول الناجحين. شكرا لكم كثير. إن أحسننا فمن الله، وإن أسأنا من أنفسنا والشيطان. شاكر لكم، راكم إن شاء الله على خير. كنت سعيد جدا بلقاء الأساتذة معاي اليوم، وإن شاء الله الجاي أفضل، وانتظرونا في المحاضرة القادمة. شكرا لكم. يعطيك العافية. شكرا. يعطيكم العافية. السلام عليكم. شكرا. شكرا لكم. شكرا. Thank you.